نشاط كبير لمهربي المخدرات والسلاح في الحدود المائية التي تفصل البصرة عن جارتها إيران، فالمهربون استغلوا ضعف الرقابة الأمنية في تلك الرقعة المائية التي تمتد من أقصى شمال المحافظة حتى الخليج العربي. نحن الآن على بعد نحو 2000 متر من الحدود العراقية الإيرانية، الحدود المائية أقصد، لمعرفة ماذا يحصل داخل هذه الحدود. المصابيح هذه التي خلفي هي الأراضي الإيرانية العراقية. هذه المياه هي المياه الفاصلة ما بين العراق وإيران. فصيادو الأسماك يؤكدون انتشار عمليات التهريب باستعمال الزوارق الصغيرة في نقل البضائع المهربة، حتى رزقنا ينقطع من هيك سوالف. يعني مثل هيك تهريب مثلا يصير احنا بأيام الموسم، على الله وعلى الموسم. يعني خلل من جهتين، هي من جهتين شوية أهم عندها خلل. الجهة الإيرانية والجهة العراقية. مثل تتغاضى عن النظر أو أكو مكانات بين نقطة ونقطة مثل أبعاد هالمسافات هاي. الجهات الأمنية في المحافظة أكدت وجود انفلات أمني في المناطق المائية نتيجة انعدام الأجهزة الحديثة لدى القوات المعنية بحماية تلك المناطق، فضلا عن قلة أعداد تلك القوات التي تقوم بحماية الحدود المائية بين البصرة وإيران التي تمتد لأكثر من 150 كيلومتر. طرى على الحدود العراقية، سواء كانت الحدود العراقية الإيرانية بقناة شط العرب، والذي يعتبر من المنافذ المهمة لدخول المخدرات ولعبور الأسلحة ولبعض المشاكل مع دول الجوار. يعني بعض الحالات الآن القمشيرية اللي يتعلقون بالحدود، بين فترة وفترة هناك مشاكل للعبور، بالتالي اعتقد يحتاجنا إلى زوارق، وهذه الزوارق تكون بها كاميرات حرارية ومتابعة ومجسات على حدود شط العرب لتجفيف منابع المخدرات القادمة من خارج الحدود. وبحسب مصادر أمنية فإن التهريب لا يقتصر على الممنوعات، بل يتم تهريب المطلوبين للقضاء إلى إيران مقابل مبالغ مالية تدفع لمهربين. من محافظة البصرة، حسن صباح، الشرقية نيوز.